بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على خير المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الله يعطيكم العافية طلابنا حبايبنا، طلاب جيل 2006 بحصص التأسيس تبعتنا. طبعا اليوم بتصادف أنه اليوم نتائج توجيه لطلاب التكميلي، وهذا يعني بخلينا ندعي لطلاب التكميلي أنه إن شاء الله بإذن الله ربنا ما يضيع لهم تعب، يفرحهم بنتائجهم، نتائجهم تكون ممتازة، وبإذن الله كل واحد بياخذ اللي نفسه فيه. احنا بتذكر بالحصص أخذنا حصتين بالتأسيس، الحصص اللي اشتغلناها أنا وياكم بالتأسيس لحد الآن كانت بتدور حوالين الأمور الأساسية التالية: تصاريف الأفعال، واتفقنا على تصاريف الأفعال إنها قائمة على اللفظ، وبتذكر وريتكم العملية هاي بشكل كويس. The other side، الجانب التالي اللي اشتغلنا عليه بالتأسيس، كان الجملة وتميز الجملة بهاي اللغة من حيث سهولتها، انه بتحتوي على ترتيب ثابت محدد ما بتغير، بدي فعل. وحكيت انا وياكم انه في يعني مجموعة شغلات طالب كويس انه يعرفها وكويس انه يتدرب عليها. يعني مثلا احنا دائما وابدا معاناة طلابنا بالانجليزي هو الرايتينج بالكتابة، لما بده يكتب دائما وابدا المعاناة بتبدأ عنده من هون. هلا اذا عرف الطريقة اللي بتنكتب فيها جملة الانجليزي انه دائما وابدا بدي فاعل، الفعل بده يكون بعده، وشوية معاني تكون عنده موجودة على الافعال. بتذكر حكيت انا وياكم عن مجموعة معاني بالافعال وبالاسماء، يعني هدول الأفعال اللي قدامنا، هاي المقدمة اللي قدمناها، يعني هاي الأفعال هي أكثر الأفعال استخدام باللغة. مش غلط الطالب إنه يمسك الأفعال هاي يحدد فاعل، طبعا الفاعل احتمال يكون اسم احتمال يكون ضمير، يستعمل الأفعال هاي. الاستعماله للأفعال هاي بحياته يعني بيثبت الكلمات براسه. هدول الكلمات اللي بالغالب احنا بنتعامل معهم بمادة التوجيهي، هدول لازم الطالب يكون بيعرف معناهم بشكل ممتاز. أغلبهم بيمروا بالفقرات، بيمروا بالرايتينج، بيمروا بالقواعد، بيمروا بكل شيء. هاي الأفعال اللي مطلوبة منا. طبعا بآخر جزء من المعاني هاي في مجموعة أسماء مش غلط الطالب إنه يعرفها. يعني هلا الفاعل أنا مش صعب علي إنه أعمل فاعل، بالعكس العملية كثير سهلة. الفاعل ممكن يكون اسم، ضمير: the boy, the man, the teacher, the scientist, the pilot, the driver. سهل الطالب يقدر يحدد فاعل، بصفي بس هالأفعال إنه يشتغل عليها. وهي أنا بحكيها من الأيام هاي إنه أنا لما بدي أكتب جمل ضروري جدا بكتابة الجمل تحديد زمن الجملة عن طريق دليل. يعني دائما أبدا إذا بدك تكتب بشكل صح حدد زمن. أنا حكيت بالبداية طالب كثير ممتاز إنه يبدأ بالأفعال اللي حكيت عليها أنا وياكم، يستعمل البناء هذا بشكل كويس. ودائما أبدا خلي بدايته تكون جمل عن الماضي البسيط، يعني دائما أبدا يخلي جمله بزمن محدد بكتاب الدليل، يعني يخلي دليل على الماضي كبداية بكل جمله. يعني مثلا استخدم أخي الحاسوب البارحة. هلا بدي فاعل للجملة هاي، مين اللي استخدم؟ أخي، my brother استخدم used the computer yesterday. هلا أنا هاي الجمل إذا سويتها على الماضي البسيط كلياتها بشكل كويس، كمان شوي رح ناخذ الأزمان، بقدر أكتب جملة زي هيك بعد هيك بالأزمان. سوف يستخدم أخي الحاسوب غدا. البارحة صارت غدا، إذن أنا بدي أجرب my brother will use the computer tomorrow. هلا ممكن بعد ما نمشي بالأزمان بشكل كويس أقول له تعال أنا ما بدي البارحة، يستخدم أخي الحاسوب الآن. الآن معناته بدي أكتب now، my brother is using the computer now. يعني العملية إذا أنا حددت زمن وحددت مجموعة أفعال إنه أنا أكون حافظها وبعرف بناء الجملة بشكل كويس، بناء الجملة بالإنجليزي مش هالبناء المعقد والصعب، هو بناء سهل جدا
فاعل فعل، وهذا ثابت ما بتغير whatsoever، ما بتغير ابدا. انه انا دائما ابدا لما بدي اكتب جمل عند الانجليز فاعلي بالاول فعلي بعده، بس بصفي انه اكتب دليل على زمن بكل جمله، لانه اذا الفعل انكتب بالشكل الصحيح امورنا باللغه بتكون 100%. اذا الطالب بيعرف الافعال المساعده بشكل كويس، بيعرف معانيها، بيعرف كل فعل مساعد شو بيكون بعده، العمليه جدا بتكون بسيطه. شويه معلومات عن الفاعل بشكل كويس بتساعده انه يمشي بشكل كويس، وهذا اللي احنا ان شاء الله اليوم بدنا نبدا فيه. يعني بتذكر احنا وقفنا شغلنا المره الماضيه انه كطالب بدي اصير توجيهي، يعني بالمرحله الثانويه، يا ترى انا كطالب توجيهي شو في معلومات لازم اعرفها عن the subject and the verb، يعني فاعل فعل هم محور الحكي بكل اللغة هاي. طيب ممتاز، أنا كطالب توجيهي شو لازم أعرف عن الفاعل؟ شو معلومات بهمني أعرفها عن الفاعل؟ شو في معلومات بهمني أعرفها عن الفعل عشان أقدر أتقن هاي اللغة بشكل كويس؟ فخلينا نبدأ أنا وياكم بالجزء الأول من جمل من جملة اللغة الإنجليزية اللي هو الفاعل، وشو مطلوب مني أنا كطالب توجيهي أعرفه عن الفاعل. وهذا جانب هاي أنا بحكي عنه من الأيام هاي، مهم جدا، معلومات لازم أكون أتقنها وبعرفها عن الفاعل بشكل كويس. هلأ the subject can be الفاعل باللغة الإنجليزية ممكن يكون either a noun or a pronoun، يا إما اسم يا إما ضمير. يعني أي فاعل بجمل الجمل بهاي اللغة بيكون عبارة عن اسم أو ضمير. طبعا أنا بدي أتحدث عن الأسماء وبدي أتحدث عن الضمائر. خلينا نعرف بالبداية شو المعلومات اللي مطلوب مننا نعرفها عن الأسماء بهاي اللغة وبتفيدنا بشغلنا بعد هيك. المعلومة الأولى على الأسماء إنه nouns are usually classified into two different categories، تصنيفات لتصنيفين. There are what we call regular nouns، أسماء منتظمة قياسية، and irregular nouns، أسماء شواذ. هلا طبعا لما بنحكي اسماء قياسيه شواذ، يعني ان كل الاسماء تمشي على قاعده واحده اللي هي بالاسماء الريجولر. الاسماء الريجولر قاعده واحده تنطبق على كل الاسماء هاي. الريجولر ناونز الاسماء الشاذه عدد بسيط جدا قليل جدا من هاي الاسماء ما بتنطبق عليه القاعده الاصليه. يا ترى على اي اساس بعتبر الاسم انه منتظم او شاذ؟ خلينا نقرا تعريف الاسم المنتظم. الاسم المنتظم هو الاسم اللي بتقبل اداه الجمع عند الانجليز. اداه الجمع عند الانجليز هي اس، باحيان بضيف اي اس. يعني شو معنى انه اداه الجمع اس او اي اس؟ يعني اي اسم بهاي اللغه اذا بدي اقرر عليه مفرد او جمع، الاداه اللي بتخلي الاسم انه يبين جمع هو حرف الاس اللي بكتبه باخر الكلمه. يعني اي اسم بتكتب باخر اس هذا الاسم بتحول من مفرد لجمع، وهاي الاداه شبه ثابته على 99% من اسماء الانجليزي. يعني اذا بنطلع على باج، اذا بدي اجمعها a bag bags، a car cars، a book books، a watch watches، a house houses. يعني بهاي اللغة الطريقة اللي بنخلي الاسم فيها يتحول من حالة المفرد لحالة الجمع طريقة واحدة ثابتة جامدة ما بتتغير، إضافة هالحرف هذا اللي هو بالغالب عند الإنجليز حرف الأس بأواخر الكلمات هو حرف قواعدي بدل على أنه الاسم تحول من حالة مفرد إلى حالة جمع. يعني الاسم عند الإنجليز بيكون مفرد لما بيكون بالشكل هذا بدون أس بآخره، مجرد ما ضفت أس الاسم هذا بتحول لجمع. طبعا بأحيان بضطر أنه أضيف إي أس على حسب نهايات الأسماء ومش كثير بهمني. هلا هاي القاعدة العامة للأسماء بالإنجليزي كلياتها، لكن في أسماء شواذ، هاي يعني الشغلة ما بتزبط عليهم. الأسماء الشاذة هي أسماء ما بتقبل أداة الجمع، يعني لا تقبل وجود الأس. لما بجمعها بغير من شكلها، ما بتقبل وجود أس بآخرها. يعني a man الجمع منها men، a woman woman، a child children، foot feet، tooth teeth، mouse mice، fish fish، sheep sheep، a person people. طبعا بأحيان بقدر أقول persons، بصير أقول persons، بس لا، الأفضل إنه person إذا بدي أجمعها دائما وأبدا تكون people. هلا الأسماء الشواذ إذا بنطلع عليهم بنعدهم 2 4 6 8 9 أسماء،
في يعني مجموعة تانية من الأسماء برضو نعتبرها جمع بدون وجود الأس بالأخير، يعني مثلا زي كلمة بليس، هاي نعتبرها جمع كمان بدون وجود الأس، لأنه بليسمن، بليسمان هاي مفرد، بليس لوحدها دائما أبدا بتكون جمع. هلا الأسماء الشواذ اللي ما بتقبل وجود الأس بغير شكل الاسم على أساس أحوله لجمع عبارة عن 9 أسماء، يعني ها أمان أو من، هدول بشكل أساسي اللي بهمونا، يعني مع a person عبارة عن اسم، اسمين، 3 4 5، يعني تقريبا 6 أسماء هم الأساس اللي احنا بدنا نشتغل عليه. يعني أنا مطلوب من الطالب يفهم إنه أنا كل أسماء الإنجليزية لما بجمعها بضيف حرف الأس، في أسماء ما بتقبل وجود الأس، يعني ممنوع أنك تضيف لها أس، لما بتجمعها بتغير من شكلها. هاي الأسماء الشواذ قدامنا، مان جمعها من، مش مانز، ما بصير أحكي مانز، أو وومن، وومن، تشايلد، تشيلدرن، فوت، فيت، توث، تيث، بيرسون، بيبل. بعد هدول الأسماء ما في. طب شو يعني هيك بصير عندي؟ إنه أنا إذا بدي أعرف مبدأ مفرد وجمع بالإنجليزي أحفظ هالأسماء الشواذ هاي، أعرف عن الأسماء الشواذ هاي، أعرف إنه الأسماء اللي قدامي هاي هي عبارة عن اسم جمع اسم زائد أس، لأنه ما في أس بآخرها. يعني هلا أنا من وين ما بدي أشوفها بدي أعتبر إنه هي عبارة عن اسم زائد أس، لأنه الأس هي رمز للجمع. يعني النتيجة اللي بدي أطلع فيها كالتالي، إنه كل الأسماء الإنجليزية لما بدي أعمل منها جمع بضيف أس بآخرها، ما عدا 6 أسماء هي ما قدامنا. هذول الست أسماء ضروري أعرفهم، ضروري أفهم إنهم أسماء شواذ. إذا عرفت الست أسماء هذول الشواذ، إذا اشتغلت على حفظهم، لو انكتب قدامي اسم من المريخ بقدر أعرف إنه هذا الاسم مفرد أو جمع. يعني أنا اللي طالبه من الطالب كالتالي، إنه أفهم من، وومن، children، teeth، feet، people. يعني بس هالأكم من اسم اللي قدامنا، 6 أسماء أدير باري عليهم. هدول بأي محل بشوفهم بالدنيا بعرف إنه هدول أسماء شواذ، أسماء زائد أس كأنه الأس موجودة جواتهم، أسماء جمع. يعني هاي الأسماء الوحيدة بهاي اللغة اللي أنا بجمعها بدون إضافة الأس، يعني وين ما شفتهم بعتبرهم اسم زائد أس. هلا بعد الأسماء هدول، يعني مجرد ما الطالب عرف الأسماء هاي، مسألة مفرد وجمع بتصير مسألة فاضية، يعني بتصير حكي بسيط جدا وسهل جدا. ليش؟ لأنه أي اسم تاني بعد هدول إذا بدحكم عليه إنه مفرد أو جمع بحكم عليه من وجود الأس. يعني هاي كلمة خلينا نعتبر هاي اسم أول مرة بحياتي بشوفه، بدي أقرر عليه هل الاسم هذا جمع ولا مفرد. أداة المفرد والجمع هي حرف الأس. الست أسماء اللي ما بتقبل وجود الأس هيها قدامي، هل هاي الكلمة تنتمي لهدول؟ إذا هذا إذا بدي أقرر عليه مفرد أو جمع، عملية التقرير سهلة جدا. هاي الاسم قدامي، هل بنتهي بأس بأخره؟ ما في أس. الأس أداة الجمع، في أس بالآخر هون؟ لا. إذا هذا الاسم مفرد بغض النظر بعرف معناه ما بعرف معناه. حفظي للست أسماء هدول الشواذ إنه الأسماء الوحيدة اللي ما بتقبل وجود الأس معاها وهي جمع، في منها شكل مفرد وهذا الشكل التالي جمع منها، بيسهل علي أمور كثيرة بعدين. يعني إذا بطلع على وياكم the students، بدي أقرر هذا الاسم مفرد أو جمع. the students طالما الأس موجودة هذا جمع. boy في أس بآخرها، إذا هذا الاسم مفرد. the children هاي من الأسماء الشاذة، هذا اسم جمع. the manager في أس بآخرها، إذا هذا الاسم مفرد. I arrived، the workers هاي الأس موجودة، إذا هذا الاسم جمع. drivers هاي الأس موجودة. يعني بدي أصير بعد هيك أقدر أقرر هل الاسم اللي قدامي مفرد أو جمع، والعملية عملية بسيطة جدا لأنه قائمة على أداة واحدة بس بوجود 6 أسماء شاذة. إذا الطالب أتقن هالست أسماء، عرفها وفهمها واشتغل عليها بشكل صح، أموره بعد هيك جدا بسيطة وسهلة. هلا مش معناته أنه أنا الأسماء الشواذ عندي بس الست أسماء هدول، الأسماء الشواذ عددهم أكبر من هيك،
لكن أنا بطلع على الإشي اللي موجود بالمادة معي، ومسألة مفرد وجمع بالامتحانات تبعتنا هذا إشي أساسي، إشي ضروري جدا. يعني لازم الطالب قبل ما يتعامل مع عدد كبير من المواضيع خصوصا الأزمان يقدر يقرر هل الفاعل اللي موجود هذا إذا كان اسم يقرر عليه إنه هل هو مفرد ولا جمع، على أساس يقدر يتعامل مع أجزاء المادة اللي بترتكز على هاي القاعدة، لأنه أنا عندي عدد أفعال كبير في منها إشي بزبط لمفرد إشي بزبط لجمع. فمسألة مفرد وجمع هاي المسألة قدامنا، مفرد جمع للأسماء عملية بسيطة جدا. شو القاعدة اللي بنشتغل عليها على مفرد وجمع؟ إذا اسم وجد زي هيك بدون أس هذا اسم مفرد، إذا اسم شفت بآخره أس هي أداة الجمع، إذن هذا الاسم جمع. هذا الحكي بس بتستثني منه الشواذ، ست أسماء: من، وومن، children، teeth، feet، and people. هدول الست أسماء اللي احنا بنعتبرهم شواذ، نعتبرهم اسم زادس. إذا حفظت الست أسماء هدول أي اسم من المريخ قدامي بقدر أقرر عليه مفردة وجمع بسهولة. بتصفي كل العملية قائمة على إيش؟ على حرف واحد. إذا الاسم ما في بآخره أس هذا بيكون مفرد، إذا الاسم احتوى على أس بآخره هذا اسم بيكون جمع. يعني الفكرة الأولى عن الفاعل إنه أقدر أقرر مفرد جمع أقدر أقررها بسهولة، وقرارها قائم على حرف واحد نهاية الاسم. وجوده بدل على جمع، عدم وجوده بدل على مفرد، ما عدا عدد بسيط جدا من الأسماء. إذن مفرد جمع مسألة بسيطة سهلة، يعني هدول جمل مثل اللي بتطلع بامتحان الوزارة بالضبط. The students طالما في أس إذن هذا جمع، The boy طالما ما في أس هذا مفرد، The children كونها من الشواذ هذا جمع، The manager ما في أس هذا مفرد، The workers طالما في أس بيكون جمع، Drivers طالما في أس بيكون جمع. إذن مفرد وجمع هي الفكرة الأولى اللي أنا تحدثت عليها هون. هلا هون في كمان واحد من أهم التصنيفات اللي موجودة للأسماء بهاي اللغة. طبعا رح نطلع بنتيجة، الغرض هون إنه أنا أطلع أنا وياكم بنتائج برضو عن مفرد وجمع. هلا nouns الأسماء كمان can be classified into two different categories، تصنف إلى تصنيفين كمان جداد. countable nouns الأسماء المعدودة، uncountable nouns الأسماء الغير معدودة. هذا كمان واحد من التصنيفات اللي موجودة للأسماء، برضو الغرض منها مفرد جمع. ونطلع هيك بأكمل نتيجة دلنا على قيمة الاسم المعدود الاسم الغير معدود بهاي اللغة. هلأ شو يعني اسم معدود بهاي اللغة؟ الاسم الذي يمكن عده، بس هذا مش معيار. أنا إذا طالب بده يفهم شو معنى معدود بالإنجليزي، هاي معنى معدود بالإنجليزي بالضبط: الاسم الذي يتقبل الجمع، يعني بقدر أصوغ منه جمع، يتقبل أو آن في حالة المفرد. إذا بدكم من عندي تعريف للاسم الغير معدود، هو اسم له شكلين: واحد مفرد، ثاني جمع. أي اسم له شكلين، واحد مفرد والثاني جمع، هذا معناه اسم معدود. يعني car cars، man men، teacher teachers، park parks، book books. أي اسم في منه شكل مفرد وشكل جمع هذا اسمه معدود. طبعا بقدر أعده، هذا واحد من أهم الشغلات. إذن كل الأسماء اللي بقدر أصوغ منها شكل تاني جمع هذا بعتبره اسم معدود. طب شو يعني uncountable nouns أسماء غير معدودة؟ يعني اسم شوية صعب عده، لكن الأهم فيه لا يتقبل صياغة بالجمع، ومستحيل يتقبل أو أن. يعني اسم ببساطة الغير معدود اسم له شكل واحد فقط. الغير معدود اسم له شكل واحد فقط، لكن شو بيميز الشكل هذا؟ يعني الأسماء الغير معدودة من واحد من الجوانب اللي تعتبر فهمها من الأروع بهاي اللغة. هلأ الاسم المعدود
إذا بدي أعطي تعريف إله، اسم له شكلين، مرة مفرد مرة جمع، يعني بوك بوكس هذا اسم معدود، طالما فيه له شكلين واحد مفرد واحد جمع هذا اسم معدود. هلا غير المعدود، ويا ريت نسمع كويس اللي بدي احكيه هون، اسم له شكل واحد فقط، يعني اسم ما في له منه شكل واحد فقط، لكن ما شاء الله ما هو هالاسم هذا له اكثر من مضمون. شو اللي بيميز الاسم الغير معدود؟ انه المعنى تبع الاسم هو جمع، لكن القواعد دائما ابدا مفرد. يعني الاسم الغير معدود ليش اسم له شكل واحد؟ لانه هو اسم له مضمونين، كمعنى هو جمع، لكن كقواعد هو دائما ابدا مفرد. شو يعني كمعنى وكقواعد؟ يعني اشهر اسم غير معدود بهاي اللغه هو information. هلا information كقواعد هي مفرد ما في اس باخرها، لكن شو معناها؟ معناها معلومات، يعني مش معلومه. عشان هيك لما بدنا نخلي information بين بالمفرد نحكي a piece of information. هلا تشوكلت هذا اسم غير معدود، اذا بدي اخليها مفرد بقول a bar of chocolate. يعني بالاسماء باللغه هاي الغير معدوده اسماء مشهوره جدا بنستخدمها بحياتنا، هي اسماء لها شكل واحد فقط، شكل واحد فقط، لكن لها مضمونين، كقواعد بتكون مفرد لكن كمعنى بتكون جمع. عشان هيك بنقول يصعب جدا صياغتها بالجمع. يعني إن أنا بوك بعمل منها بوكس لأنه هاي كتاب، أنا هون بدي أخليها كتب، هاي كتاب هون بدي أخليها كتب. طب information بدون مضيف إلها إشي بحالتها المفرد هي معناها معلومات أصلا، يعني ما بتحتاج أصلا إنه أنا أضيف لها أس. فإذا بدي الطالب يفهمه إنه الأسماء المعدودة اسم إله شكلين، واحد مفرد والتاني جمع. الأسماء الغير معدودة اسم إلها شكل واحد فقط، هذا الشكل كقواعد هو مفرد وكمعنى دائما وأبدا بيكون جمع. طيب ممتاز، إذا عرفت هذا الحكي شو بلزمني بعد هيك أعرف عن معدود وغير معدود؟ كبداية خلينا نطلع على الأسماء الغير معدودة شو طبيعتها. عادة بتكون الكميات الصغيرة، رايس، شجر، سولت، فلاور، سوائل، كل السوائل، ميلك، سوب، كافي، ووتر، أويل، جوس. لغات، كل لغات العالم، لانجوجز، انجلش، عربيك، تشاينيز، كل لغات العالم نعتبرها أسماء غير معدودة. أسماء العلوم مثل economics, physics, statistics, mathematics، هدول دائما وابدا نعتبرهم اسماء غير معدوده. يعني هاي انواع الاسماء الغير معدوده بحياتنا. هلا يمكن الطالب يسال طب انا مطلوب مني اعرف الحكي هذا؟ لا، مش مطلوب انك تعرف الحكي هذا، مش مطلوب يعني انك تعرف شو هي الاسماء الغير معدوده، انت مطلوب انك تتعامل مع الموضوع بطريقه معينه، لانه هاي بدها توصل لي لفكره، فكره جدا ممتازه. هلا الاسم الغير معدود ما احنا بنحكي كقواعد مفرد بس كمعنى جمع. طب السؤال، انا لما بيكون عندي فاعل بجمله على فرض the information فراغ وعندي is and are، يا ترى لما بدي اتعامل مع الفاعل هذا، هذا اسم موجود قدامي، يا ترى إذا بدي أقرر عليه مفرد أو جمع بدي أطلع على المعنى ولا أطلع على القواعد؟ يعني مين اللي بيقرر المفرد والجمع باللغة؟ هل المعنى يقرر مفرد وجمع ولا دائما المفرد والجمع موضوع له علاقة بالقواعد؟ هاي النتيجة اللي أنا بدي أطلع فيها. النتيجة اللي بدي أطلع فيها كالتالي، إنه أنا معاني الكلمات بالمفرد والجمع ما إلها دخل أبدا. أنا لا أقرر مفرد وجمع دائما أبدا، بقرر على القواعد. شو يعني على القواعد؟ يعني على حرف الأس، the information في أس بآخرها؟ لا، إذا هذا الاسم مفرد
على طول قراري بيكون اختار از. يعني شو معنى الحكي؟ شو قصدي بالحكي؟ انه احنا بنحكي عن معدود وغير معدود لسبب واحد، انه المعنى بالمفرد والجمع لا علاقة له، المعنى ما إله دخل. الذي يقرر مفرد وجمع هو دائما القواعد. شو يعني القواعد؟ يعني باختصار حرف الأس. فعندي اسم معناه مليون، أنا ما بهمني شو معناه، أنا بقرر على مفرد وجمع من وجود الأس أو عدم وجودها. هل بننتبه على المعنى؟ لا، ما بنطلع على المعنى. يعني هاي النتيجة قدامكم. نقرأ شو بدنا نفهم من هذا الحكي كله، إنه الاسم الغير معدود اسم مفرد دائما. أي اسم غير معدود بشوفه بالدنيا بعتبره اسم مفرد دائما. طب شو يعني إنه الاسم الغير معدود اسم مفرد دائما؟ إنه معنى الكلمة ما إله ليس له علاقة بالمفرد والجمع. أنا لا أقرر مفرد وجمع، عادة بطلع بشكل دائم على القواعد، المعنى ما إله علاقة بالموضوع نهائيا. إذا أنا حكيت عن معدود وغير معدود كبداية بس عشان الفكرة هاي، إن المفرد والجمع لا علاقة للمعنى بالموضوع. يعني مفرد وجمع ما بطلع على معنى نهائيا، القواعد هي الأساس. طب شو هي القواعد؟ زي ما اتفقنا حرف الأس. طيب إذن أنا بنسأل على معدود وغير معدود بمفرد وجمع، وهي قررنا قاعدة إنه أنا لما بدي أطلع على اسم ما بيهمني شو معناه، إن شاء الله معناه مليون، طالما الأداة مش موجودة معناته هذا الاسم مفرد. طب شو بلزمني شغلات تانية بهذا الموضوع؟ والله بتلزمني شغلة جدا مهمة. هلأ الإنجليز في عندهم many and few، much and little. هذول اللي قدامنا are quantifying modifiers، صفات كميات. Many معناها كثير، few معناها قليل. هلأ much معناها كثير و few كمان معناها قليل، يعني فوق كلمتين تحت كلمتين بيعطوا نفس المعنى 100%. طب على أي أساس الإنجليز بيحطوا أربع كلمات بيعطوا نفس المعنى 100%؟ لأنه الإنجليز بكل شغلهم بكل تعاملهم بالمادة شغلهم قائم على التمييز ما بين أشياء تستخدم فقط للمعدود، أشياء تستخدم فقط لغير المعدود. يعني many few طالب بده يعمل حسابه من الأيام هاي إنه أنا هدول التنتين many and few لما بدي أستعملهم باللغة لا يستخدموا إلا لاسم معدود فقط، وشرط إذا بدي أكتب many few إنه الاسم يكون معدود فقط وجمع. يعني أنا بعد many few أساس لازم أشتغل عليه دائما إنه الاسم بعد many few لازم يكون اسم زائد أس دائما. يعني ما بعبي many few بفراغ إلا إذا الاسم اللي كان بعد الفراغ موجود فيه أس، يعني واحد من الأسماء اللي جمع. هلأ much little تستخدم فقط لغير المعدود، والغير المعدود ما هو أصلا ما فيش منه إلا شكل واحد، يعني اسم بدون أس. هذا رح يضل معاك لبعد الجامعة. إذا بدي عبي many few بفراغ بدي الاسم اللي بعد الفراغ يكون اسم بنهايته أس تبعت الجمع. إذا بدي عبي much little بفراغ ممنوع الاسم. يعني شوف جملة بالامتحان مكتوب زي هيك friends، ومكتوب تحت many much وبدي عبي. شوف جملة بالامتحان فيها milk ومكتوب many أو much. هلأ أنا هون ما بدي أطلع على معنى ولا أفكر بمعنى، أنا إذا بدي أعبي many few بأي فراغ بدي الاسم اللي بدي أعبي على أساسه يكون اسم زارس. والله دائما لما بشوف many much و few little بأي جملة بروح على الاسم اللي بعد، طالما في أس هون اللي بتأخذ الأس هي many، many and few. هلأ إذا بننزل على الثالثة في milk، milk ما في أس بآخرها، إذن قراري دائما ماتش. يعني العملية مش كثير عملية صعبة ومعقدة،
هذا واحد من الأسئلة اللي دائما وأبدا بتكرر بامتحانهم، إنه أنا much or little. إذا بدي أعبيهم بالفراغ الاسم ممنوع يكون بأخواس، إذا بدي أعبي many and few الاسم شرط أساسي، وما إلها المسألة علاقة بالمعنى. يعني أعطاني number one how rice، هاي رايس. هلأ many بدها us، much بدون us، في us بآخر رايس، إذا قراري much. How computers، هاي الاس موجودة، إذا 100% بدي أتعامل مع many. Many and few الاسم لازم يكون بأخواس إذا بدي أعبيهم بالفراغ، الاسم اللي بعد الفراغ مباشرة. Much little اسم بدون اس، مرات ممكن الاسم ما يكون بعد الفراغ مباشرة، بس اسم من طبيعته بقدر أوصل لقراري فيه. يعني إذا بنطلع على الجمل how exchange، في اس بآخر exchange؟ لا، إذا أكيد دي تعمل مع much. How snow، في اس بآخر الاسم؟ لا، إذا أكيد كمان مرة much. How sand، ما في اس، إذا كمان much. How guess، هاي الاس صارت موجودة، إذا أكيد دي تعمل مع many. How هاي kinds، برضو الاس موجودة، إذا أكيد بتعامل مع many. There are فراغ flowers، طالما في us إذا أكيد شغلي مع many. Do you have فراغ minutes، هاي الأس موجودة، إذا أكيد a few، لأنه كمان مرة بعيد. Many and few ما بعبيهم بفراغ إلا إذا الاسم اللي بعد الفراغ كان فيه بأخر us. Much and little ما بعبيهم بفراغ إلا إذا الاسم اللي بعد الفراغ كان اسم بدون أس، وهذا رح يلزمني بجوانب كثيرة من مادتي بعده، والعملية ما لها علاقة بمعنى أبدا. يعني questions، هاي الأس موجودة، إذا نفيه. salt، ما في أس، إذا a little. Ari seems to be unpopular، he has friends، هاي الأس موجودة، إذا نفيه. Ali's mailbox is empty. He has mail. Mail, ما في أس، is a little. I haven't finished. I need a little time. لأنه ما في أس. Days ago. Days معناته a few. Mary usually adds milk. Milk, ما في أس بآخرها. يعني إذا كنت فاهم إنه many few بدها اسم زاد أس، much little بدها اسم بدون أس. يعني للأمانة حرام إنه مع طالب تعدى مرحلة الصف الأول ثانوي إنه أوقف كثير مع الأمور اللي زي هيك. يعني هاي أمور مجرد ما يطلع عليها الطالب خلص إنه أنا فهمت شو اللي مقصود. أي اسم في باخر أس ومطلوب مني أعبي فراغ، فراغات اللي بدي أختارها إما many أو few. شفت بعد الفراغ اسم بدون أس، على طول بختار much and little. هلا يمكن الطالب يحكي لك استاذ طب ما ممكن الوزارة تعطيني اسم زائد اس وتعطيني many وfew. هلا صعب يعطيك many وfew، لأن إذا بدي أقرر حل هون بدي أقرر حل على المعنى، والمعنى للأمانة بمرات كثير صعب إنه يجيب شغلات زي هيك. فالمسألة بتكون بس على قواعد. يعني إذا بنطلع على اللي بعدها هاي rain، rain ما في اس معها. إذا بنطلع بعدها mistakes، هاي الأس موجودة، إذا أكيد many. honey ما في أس بآخرها، إذا أكيد much. patience ما في أس بآخرها، إذا أكيد much. I'm going to give you فراغ advice، ما في أس، إذا a little advice، لأنه advice أصلا معناها نصائح. there are buildings، buildings هاي الأس موجودة، few. how money، هاي money، إذا على طول خياري بيكون much. How courses، هاي الأس موجودة، إذا أكيد شو لي مع مني. There is better، better دي هي معناها زبدة، إذا little better. Sam scored goals، هاي الأس، إذا خياري 100% مع مني. فراغ projects، هاي projects، هاي الأس موجودة. فراغ progress، هاي في دبل أس. هلا الطالب بده يوقف هون، انه استاذ هون في دبل اس، الله يخليكم احنا اتفقنا انا بعبي many few
بأي فراغ إذا الاسم كان زائد أس، وشرط إنها تكون أس واحدة. يعني هذا مبدأ بدنا نآمن فيه. أنا أداة الجمع عند الإنجليز اسم زائد أس واحدة، ما يكونوا تنتين، إذا كانوا تنتين بيكونوا وصيات بالكلمة. يعني الاسم الجمع هو اسم زائد أس واحدة، هذا الاسم الجمع اللي أنا بسميه معدود. هلأ اسم انتهى بدبل أس، الله يخليكم، هذا الاسم اللي بينتهي بدبل أس بيكون إما مفرد أو غير معدود. مش طالب يفكر لي إنه الدبل أس معناته هذا اسم أس أولى أصلية والتالي للجمع. أصلا إذا اسم انتهى بأس أصلية وبدي أجمع بضيف إي أس. والإنجليز بالغالب الكلمات اللي بتنتهي بأس أصلية شبه صفوها، يعني صعب جدا تلاقي اسم بينتهي بأس أصلية إلا عدد بسيط جدا، منهم أسماء العلوم statistics physics، أربع خمس أسماء. ممكن كمان نيوز تنتهي بأس أصلية لأنه أصلا هي مش كلمة. ممكن بس تنتهي بكلمة بأس أصلية. ممكن قاس تنتهي بأس أصلية. هلأ بعد هدول الأسماء، أسماء العلوم والأسماء هدول بتحدى، ما في أسماء بتنتهي بأس أصلية. الأس بنهاية الكلمات هذيك دائما للجمع. دبل أس وين ما كانت موجودة، هاي الدبل أس أصلية ما إلها علاقة بالجمع أبدا. يعني أنا بدي الطالب يفهم أنه أي اسم بنتهي بدبل أس، أس تنتين، هذا الاسم إما بيكون مفرد أو غير معدود، لأنه الدبل أس هيك بتكون أصلية. يعني بالجملة اللي قدامنا بروجرس، هاي دبل أس أصلية، إذن على طول بختار much. There is pocket money, little pocket money. We need meat. Meat غير معدود لأنه ما في أس. A little. I don't eat as fast food. As much fast food. We need potatoes. Potatoes في أس للجمع. Is in many. Young people play roles. Roles أدوار. على طول خياري. Many. فراغ students. Students هي اسم معدود والأس تبعت الجمع موجودة. يعني many of you بس لاسم جمع، غير اسم جمع ما بيزبط. They weren't given فراغ help. Help ما في أس، isn't much help. The local library near our house has books. Books اسم جمع، isn't أكيد many. We should interview as candidates. يعني يمكن الطالب ما يعرف معنى candidates، بس أنا شو بدي بالمعنى؟ أنا إلي بس في أس هون أو ما في. في أس معناته أكيد many. يعني حتى معنى الكلمة ما بيهمني. يعني أنا معرض بالامتحان مثلا ألاقي كلمات زي هيك as فراغ، ما اسم، يعني خليني أكتبه اسم عشوائي. ويكتب لي تحت many أو much. هلا الطالب هون بده يوقف as فراغ as بدي many أو much. شو معنى الكلمة يا أخي؟ المسألة ما إلها علاقة بمعنى ولا إلها دخل بالمعنى نهائي. أنا إذا بدي عبي many بدي الاسم اللي بعد الفراغ يكون مع as، إذا بدي عبي much بدي يكون اسم بدون as. هاي الاسم اللي موجود بعد الفراغ، في as بياخو، إذا أكيد خياري much وما بيهمني المعنى. يعني الطالب اللي بأحيان بفهم قواعد بيعرف إنه بأحيان كثيرة المعنى ما إلها دخل بالموضوع. هلا إذا بنطلع على باقي الجمل نفس العملية. طبعا الجمل اللي بحلها بالأخير هذول كلهم جمل وزارة بآخر امتحانات. يعني هاي واحدة من الجمل اللي طلعت بآخر امتحانات الوزارة. There aren't فراغ، هاي الأس موجودة، ما بتهمني الكلمة هاي، ما بتهمني شو هي، ما بهمني معناها، ما بتهمني الكلمة هاي شو معناها. أنا في أس، إذا على طول خياري بدي يكون مني. هذا معنى، هذا اللي بهمنا عن معدود وغير معدود. يعني معدود وغير معدود بس أنا حكيته عشان أقرر مفرد جمع. يعني أنا بدي معدود وغير معدود. حكيت يعني اضطريت أنه أحكي عنه وأشتغل عليه بس على أساس أقرر أنه مفرد وجمع.
إنه المعنى لا علاقة له بمفرد وجمع، معنى الكلمة ما إله دخل، المفرد والجمع بتقرر وبتحدد من تواجد حرف واحد فقط ما في غيره، أس غير هيك ما في. الاسم الغير معدود طالما ما بيقبل أس إذن هو اسم مفرد دائما، وطلعنا بنتيجة على معدود وغير معدود إنه أنا بستخدم many وفيو، طبعا ما بتفرق وجود الا مع فيو، إنه ا أو بدون ا عادي، هذول شرط أساسي لوجودهم بالجمل إنه الاسم اللي بعديهم اسم بنهايته أس، ما بستخدم many فيو إلا لاسم بنتهي بأس. هلا لما بنتعامل مع much and little وما بتفرق little إنه يكون معها ا برضو نفس فيو، هدول دائما أبدا بدي يكون بعديهم اسم، وشرط أساسي هذا الاسم يكون بدون هاي كل العملية. هذا السبب اللي بيخليني أحكي عن معدود وغير معدود، مع العلم بالمعدود وغير المعدود للأمانة هو واحد من أهم التصنيفات اللي موجودة بهاي اللغة. يعني معدود وغير معدود عند الإنجليز بيعتبروه تصنيف جدا، إحنا ما بيلاقي أهمية اهتمام كتير من الناس اللي من الطلاب اللي عندنا، بس عند الإنجليز هذا تصنيف a classification which is of great importance، يعني which is of primary importance، له أهمية كبيرة عندهم، لأنه المعدود وغير المعدود تصنيف مش موجود إلا عندهم، هم بيحبوه جدا لأنه تصنيف جدا مميز عندهم بيقرر قواعد كثيرة بعد هيك. إذن هذا اللي فهمناه عن معدود وغير معدود. بصفي معاي بس شغلة واحدة، نتيجة واحدة أطلع فيها لو وياكم عن معدود وغير معدود، إنه في بعض أسماء من الشواب. شو يعني من الشواذ؟ يعني ما بتنتمي للأربع مجموعات الأولانية اللي حكيناها عن غير المعدود، كميات صغيرة، سوائل، لغات، أسماء علوم، هاي أربع أنواع من الأسماء غير معدودة. في قواعد الإنجليز بتقول في مجموعة من الأسماء هدول الطالب رضي ولا ما رضي، وين ما بنشوفهم بنعملهم معاملة غير المعدود. شو يعني معاملة غير المعدود؟ يعني معناهم دائما أبدا جمع، ما بصوغهم بجمع. هاي الأسماء شرط رئيسي الطالب إنه يعرف إنها لا تقبل أس الجمع، لا تقبل أ وآن أبدا، مستحيل أكتب مع الأسماء هاي أضيف لها أس أو أكتب معها وآن. الأسماء هاي وين ما شفتها عاملها دائما معاملة المفرد. شو هي الأسماء اللي بنعملها معاملة غير المعدود ومن أشهر الأسماء؟ أنا نصيحة مني لدوام الطالب بالجامعة بعد هيك، هدول الأسماء ضروري يعرفهم. information معلومات، news أخبار، لاحظوا الاسم منتهي بأس، بس هاي الأس أصلية. أنتوا بتعرفوا إنه news أصلا هي مش كلمة، يعني الطالب اللي بيعرف باللغة هاي بشكل كويس بيعرف إنه news هي عبارة عن أربع كلمات: north east west and south، يعني هم عبارة عن أربع كلمات. أخذت أول حرف من كل كلمة على أساس أشكل نيوز كأكرنم، أكرنم كلمة تقرأ بس اختصار لأربع كلمات، مثل سكوبا. سكوبا أصلا هي كلمة لكن هي مش كلمة أصلا، هي من أربع كلمات: self contained underwater breathing apparatus، يعني في عدد AIDS acquired immune deficiency syndrome. في مرات اختصارات تقرأ ككلمة ما بتكون كلمة، بتكون اختصار لكلمات معينة. نيوز واحدة من هاي الكلمات، هاي الكلمة معناها أخبار، والأس مش أداة الجمع، هاي الأس أصلية بالكلمة لأنه اختصار لكلمة south. هلا اذا بنطلع على باقي المجموعه، هوم وورك واجبات، ادفايس لاول مره نحكي معناها صح. ادفايس مش معناها نصيحه، ادفايس معناها نصائح، اذا بدي اخليها نصيحه بقول ا بيس اوف ادفايس. هوم وورك مش معناها واجب، معناها واجبات، ا بيس اوف هوم وورك بيكون معناها واجبات. صعب هدول الأسماء إنه حط لهم أس جمع، صعب أكتب معهم أو أن. يعني إذا بتسمع طالب بيقول أن أدفايس
اعرف انه طالب هذا ضعيف. ان انفورميشن، انفورميشنز، نحط اس لانفورميشن. يا ابن الحلال ما هي انفورميشن اصلا معناها معلومات، اذا بدك تضيف لها اس شو بدك تصير معناها؟ فالاسماء دي موجوده قدامنا، ميل، اكويبمنت، فرنتشر، ايفيدنس، باجج اند لاجج. هذول الاسماء وين ما شفتهم باي محل تعملهم معامله المفرد، لا تحاول تضيف لهم اس جمع، لا تحاول تكتب معهم او ان. وين ما شفتهم اختار الفعل المفرد دائما، لانه هدول قواعديا مفرد، وانا بشتغل بالمفرد والجمع على اساس قواعد. يعني information is، all equipment دائما is. اذا انا اليوم اشتغلت انا وياكم على الاسماء، اتفقنا انه بدنا نشتغل بالفاعل، حددنا الفاعل انه هو اسم او ضمير، حكينا عن الاسماء. كان همي بس اعرف عن الاسماء متى بعتبره مفرد ومتى بعتبره جمع، وشفنا دور الاس بالجمع واهميتها، وانه المعنى لا علاقة له بالموضوع. هذا كل اللي حكيته على الاسماء. انا بدي الطالب يعرف متى بعرف الاسم انه مفرد، متى بعتبره جمع، شو هي الأداة اللي بتقرر على مفرد وجمع، وشو هي الاستثناءات على الموضوع. يعني هذا المعنى الكلمة بيقرر مفرد وجمع. احنا اتفقنا انه المعنى ما له دخل، انا بقرر مفرد وجمع بناء على ايش؟ قواعد. قواعد it is the criterion، هي المعيار that decides whether the noun is singular or plural. القواعد هي اللي بتقرر انه الاسم مفرد أو جمع. يعني the meaning doesn't have to do with this rule، ما له علاقة بهاي القاعدة، المعنى ما بدخل بالشغلات هاي نهائيا. هلا بيصفي معاي الجزء الثاني من الفاعل. احنا هيك انتهينا من الفاعل كاسم. والله الفاعل احنا اتفقنا انه بيكون اسم أو ضمير. بيضل عندي الضمائر، طبعا pronouns الضمائر هي عبارة عن كلمات تحل محل الأسماء، كلمات بتحل محل الأسماء. الضمائر بكل أشكالها دائما أبدا في لها وظيفة ثابتة، linking ideas. يعني وين موجود أي ضمير وطلب مني الكاتب هذا الضمير شو وظيفته، بحكي إنه وظيفة الضمير هي دائما أبدا ربط الأفكار، ربط أفكار مع بعض. أستاذ كيف يعني ربط أفكار مع بعض؟ مش فاهم. يعني لما بكتب the boys were reading the story at school this time yesterday they were asked to answer some questions. هلا they هاي مين هم؟ the boys. يعني they هاي بتعود على الاسم اللي موجود هون. هلا انا لما كتبت they هناك شو سويت؟ ربطت فكرة الجملة هاي بالفكرة اللي بعد. فالضمير لما بيكون موجود بجمل الغرض منه انه to link the ideas together to unify. unify يعني نوحد الافكار بقالب واحد، هذا الغرض من وجود الضمائر. طب شو هي الضمائر اللي مطلوب مننا نعرفها؟ مطلوب مني اعرف هي شي ات، هدول ضمائر الغائب. طبعا هدول ضمائر بتدل على مفرد دائما. هي شي ات لمفرد مذكر عاقل غائب. هلا استاذ شو يعني غائب؟ دائما ابدا الضمير ضمائر الغائب هو اللي بحكي عنه وهو مش موجود. هلا الضمائر ثلاث، الاول هو اللي بحكي اي وي، الثاني هو اللي بسمع يو، الثالث اللي بحكي عنه هو مش موجود. First person الأول هو اللي بتحدث المتحدث I and we. Second هو اللي بسمع you. Third person singular، الثالث بالعادة اللي بحكي عنه مش موجود وفي منه جمع اللي هو they. هلا هذا ضمير غائب بس الجمع من he she it. إذا هي شيئت ضمائر بتدلني على مفرد، هي لمفرد مذكر عاقل غائب ثالث، شي لمفرد مؤنث برضو نفس العملية، إت لغير عاقل. بس هدول الثلاث كلياتهم بيدلوا على مفرد لأنه طلعوا أصلهم
هو أصلهم كلياته مفرد. يعني دائما وابدا هذول لما بيكونوا موجودين بعملهم دائما معاملة اسم بدون أس. هلا الضمائر I, we, you, they هذول ضمائر بدلوني على جمع. طبعا I ضمير المتكلم, we كمان متكلم والجمع منه, you ضمير المخاطب اللي هو إن كان مفرد ولا جمع عادي, they هو الجمع من الغائب. يعني هذول الضمائر مطلوب مني أعرف عنهم إنهم ضمائر جمع يعني ضمائر. هلا خليكم معي, إحنا كل شغلتنا هون إنه بس أنا حدد الضمائر متى في بعتبر الضمير مفرد متى بعتبره جمع. هي شيئت هدول دائما وأبدا بيدلوا على مفرد يعني كأنهم اسم بدون أس, هم بيمثلوا اسم بدون أس. I, we, you, they هدول لا ضمائر جمع يعني دائما وأبدا لما بفكر فيهم بفكر فيهم إنهم بيدلوا على جمع باسم زاد أس. يعني كل اللي أنا سويته بالفاعل اليوم بس حددت شو يعني مفرد شو يعني جمع. إذا أنا شغلتي اليوم موضوع حصتي اليوم كان فقط مفرد وجمع إن كان بالأسماء أو بالضمائر, هاي اللي بتشكل الفاعل باللغة. حددت الاسم متى بعتبره جمع, حددت الضمائر مين منها مفرد مين منها جمع بناء على اللي أخذناه. هلأ هذا اليوم زي ما حكيت أنا بدي أغرس أساس أقدر أبني عليه نظام كامل. هلأ جملتي أنا بالإنجليزي فاعل فعل, ضروري أقدر أحدد الفاعل إنه هل بدي أعتبره مفرد أو جمع إذا بدي أتعامل مع قواعد الإنجليزي كلها. وأنا اليوم قررت بالنسبة للفاعل شو هي الطرق اللي بقدر أعتبر فيها الاسم أو الفاعل باللغة الإنجليزية إن كان اسم أو ضمير, كيف بعتبره مفرد أو جمع. بتوقع أنه اللي حكيته اليوم هو فكرة واحدة, يعني ما في داعي أكمل فكرة تانية عليها. الفكرة التانية إن شاء الله بتكون بحصة بعديها, لأنه بعديها بدي أبدأ بالأفعال اللي هي الجانب الأهم بهاي اللغة. بتمنى أن نكون استفدنا من اللي حكينا اليوم, على أمل إن شاء الله بالحصة القادمة نبدأ بالجزء الأهم من جملة اللغة الإنجليزية اللي هو الفعل. الله يعطيكم العافية لليوم, إن شاء الله بنلتقي بحصتنا الجاية.